كويسين في البحر، ودايما بنشتغل يوم الجمعة، فبنعمل حب الجمعة وبنشتغل، لأن الأذان بيأذن علينا يوميا يوم الجمعة بالأخص يعني، وبنقعد بنخطب للجمعة وبنصوم. هل جاهز ولا لا جاهز؟ في المركب؟ لا في البر، بس مفيش مسافة جنبنا خالص، وكل جمعة بنبقى شغالين في نفس التوقيت يعني. لا مانع، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال الإمام الشافعي ما حاصله؟ إن المسجد ليس شرطا للجمعة. نعم. السلام. فبعض الناس قال لنا ما ينفعش أن أنت على سفر. خلاص يا حبيبي. يعني عفوا، أنت على سفر. السفر مش بعيد يعني. يا الله. أنت على سفر. بس مش بعيد يا مولانا. طب اصبر يا أخي، يا أخي اصبر. نعم. أنت على سفر. غاية ما يقال لك أن الجمعة لا تجب عليك، لكن إذا صليتها أجزأت. أنا مسافر لكن صليت الجمعة، تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ. إذا كنت في سفر ليس ببعيد فليس بسفر، تلزم بها. السلام عليكم.